عند غرفة بنتي مسكوه طجوه على الأرض هيك مرة واحدة، وحطوا الكلاب البوليسية فوقه وبلشوا في ضرب. ما في إشي ثابت عليه وما اعترف ولا في منه، بس بيضغطوا علينا على أساس إذا الواحد يعني بتعرف كيف إنه بيعرف كلمة إشي يربطوا. هو أصلاً دايماً إسرائيل مش أول مرة، دايماً بدبوها بالفلسطيني، هو إسرائيلي أصلاً ومن يومها كانوا يا جوزها يا من أم الفحم، شغلة قومية بينهم مشاكل. واحد على أعصابه، فما بيعطوا مهلة أصلاً لأصحاب البيت كم أغراضهم. والمرة نفسها هي مرته بتقول أنا ما إلي أمان أنام في البيت، لما بفوتوا بجيبوا كلاب بوليسية علي وأنا مرعوبة من يوميها، تقول أنا خلص يعني نفسيتي تعبت ما بقدر. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.